الربوة لمتابعة الاستقبالات والتهنئة لانتخاب البطريرك يوسف الأول العبسي. طبعا لقاءاتنا الخاصة من استوديو اللي موجود في الربوة بشرفني وبيسعدني طبعا اني ارحب باستوديو بالاستاذ دافيد عيسى، عضو في العامة للمجلس الأعلى للروم الكاثوليك، وطبعا أيضا هو مواكب كان لكل عملية الانتخاب، المحلل السياسي طبعا والناشط في هذا الإطار. أهلا وسهلا فيك في الربوة. من هون نحن أستاذ دافيد أكيد فرحين جدا بانتخاب بطرك جديد، هذا دليل على أكيد تجدد هذه الطائفة وضرورة تجددها. اليوم أنت لأنك مواكب لكل العملية الانتخابية صارت بشكل سريع جدا وأخذ سيدنا ثلثين الأصوات، هذا دليل أنه كل الطائفة ملتفة حوالي. خبرنا شوي عن اللي صار. الحقيقة نحن بدنا نحكي عن قبل العملية، كي منقول أنه طبعا الكنيسة وصلت لمحل كان فيها ترهل، كان فيها ستاتيكو جمود ختيري، كنا بحاجة لنرجع نضخ روح الشباب بالطائفة وبالكنيسة. طبعا كان في كثير اشياء بتعرفيها انت وكنتوا تبعتونا وقتها وواكبناها، كان في بعض الامور خلتها طلعت على الاعلام، نحن ما كنا بدنا اياها تطلع على الاعلام ولكن طلعت، وكان عندنا مشكل بالطائفة، والحمد لله انه ربنا نهى الموضوع بهالشكل واجانا بطرك الديس. بطرك عبسي هو رجل الله، رجل عن جد هو اللي بدنا اياه بالكنيسة، هيدا رجل الله، رجل التقوى، رجل الخير، رجل التواضع، رجل اللي بيحافظ على الكنيسة، على أملاك الكنيسة، على كل شيء بالكنيسة. نحن مبسوطين جدا. نحن كنت ما بدي فوت انا بالانتخاب لانه هيدا شان كنسي وشان بخص الاساقفة، مع اني تبعته بس ما بدي فوت فيه، ولكن الحمد لله انه صار عندنا بطرك، والحمد لله انه انا بدي بشر اولاد الطائفه يقول لهم انه نحن رايحين على محل جديد، رايحين على شيء جديد بالطائفه، في امور كثير رح تتغير، رح نحاول انه نفصل بين الامور الكنسيه تبع اولاد الطائفه، لانه بتعرفي انت الطائفه، ابناء الطائفه في بسوريا، في بمصر، خلينا يكون عندنا كل محل استقلاليه لاولاد الطائفه، كل واحد بشوف مصلحته، بشوف من خلاله رح يكون عندنا ان الله راد قريبا اشياء جديده بالطائفه. الشباب لهم دور رح يكون، طبعاً. أنا بفهم قديش الحماس اللي عندكم لنهضة هذه الطائفة بكل مكنوناتها، يعني الشباب لهم دور، التعيينات لها دور، المراكز الاجتماعية لها دور، التحديات اللي عم نواجهها خاصة حتى على المستوى السياسي فعلا يعني. هذا اللي بدنا نقوله، يعني الطائفة صار في إجحاف وتهميشة من كافة، وهيدي الطائفة العريقة اللي هي عندها تاريخ عريق مش معقول تتهمش بالطريقة. كيف هالتحرك رح يصير؟ رح يصير، رح أقول لك كيف. أنا رح استبق الأمور، رح خبرك رح يكلف احد اساقفه لبنان بمتابعه كل الشؤون اللبنانيه. نحن كان عندنا التقصير بالاول لانه كان بطرك بالشام ويجي بالمناسبات، وهيدا كان عندنا مشكله قديمه مش عايام بس البطرك غريغوريوس، حتى قبل عايام بطرك ماكسيموس. البطرك ماكسيموس كان وقتها عارف هيدا الموضوع، وقتها كلف المطران باشا الله يرحمه، مطران بيروت، بتولي الامور اللبنانيه. نحن اليوم رح نرجع لهذه العادي، رح يكلف احد اساقفه لبنان بمتابعه الشؤون اللبنانيه، وعندها بيكون متفرغ لهالامور، لانه ما بقى فينا نحن بالطائفه اجحاف اكثر من اللي تحملناه، وما بقى مقبول هذا الموضوع، ويجب على جميع ان يتحمل مسؤوليته. وانا بقول لك مسيرتين ما راح احكي اكثر من هيك، ما راح لا لا أكتر. طبعا انا بدي اتشكرك وبدي ابارك لك من جديد، الف مبروك لنا ولك ولكل اللبنانيين وكل العالم. فعلا لانه انتخاب البطرك بيعني الكل،
يعني كل الطوائف حتى المسلمين هن معنيين بهذا الإطار. طبعا طبعا. انا بدي اشكرك استاذ دبيب عيسى، حضرتك سياسي والعضو في المجلس الاعلى للكاثوليك. مشاهدينا رح نتابع باقي لقاءاتنا الخاصه من مقر البطريركي لبوينكبت، اكيد التهاني والاستقبالات لانتخاب البطريرك يوسف الاول. العب سحبكم معنا.